عندي عام وانا مريض مكسل في الفراش، نحوس شكون يعاونني، نطلب من المحسنين باه يعاونوني. عندي شو المبلغ شويه كبير، كنت 400 مليون. ما يحس والو بالجزء التحتاني تاعو، راهو بلاكوش ولا صاند عنده عام، وعندنا زوج بنات صغار، وحده عنده عام وهي في دارنا ماهيش معنا باسكو ما كاش كيفاه غير انا اللي قايمه به. وبعتنا شحال من سبيطار، كاين واحد تاع التركي جاوبنا بصح دوموندونا مبلغ 400 مليون وحنا لحد الساعه رانا لامين 60 مليون من المبلغ كامل اجمالي. الناس اللي عاونونا كثر خيرهم، ونزيد نطلب الناس واحد اخرين اللي يقدروا يعاونونا ماذا بيهم يعاونونا.